وفقا لأحدث المواصفات العالمية، تم إنشاء وتجهيز مركز الشيخ جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان الذي يمثل إضافة للمراكز الصحية المتخصصة لطب الأسنان. وهذا وقد افتتح مركز الشيخ جابر الأحمد لطب الأسنان الذي يمثل جزء من مستشفى الشيخ جابر الأحمد في نوفمبر من العام الماضي ليخدم شريحة كبيرة من المواطنين. منارة حضارية تشكل علامة فارقة في تطور الخدمات الصحية في عالم طب الأسنان. الجولة الميدانية التي قمنا بها داخل أروقة مركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان تجاوزت كل التوقعات وكشفت شواهد الإبداع في التصميم والإتقان والشمولية في العمل. عدد العيادات المتواجدة 65 عيادة تخصصية تتقسم إلى 7 أقسام تخصصية. فبدأنا في منطقة جنوب السرة بمناطقها من السلام والشهداء والحطين والصديع، بعدين ابتدينا ناخذ مناطق الأول لأن احنا مركزنا اسمه مركز مبارك نتبع محافظة مبارك الكبير في المستقبل، وبدينا ندخل عليها منطقة القرين مبارك الكبير والعدان والقصور. مختبر جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث المواد المستخدمة في صناعة الأسنان والأجهزة المتطورة. يتكون من 3 أقسام: قسم التركيبات الثابتة والمتحركة وتقويم الأسنان. اختبر مجهز ب50 فني متخصص في جميع تخصصات مختبرات طب الأسنان. ضم المركز وحدة لتعقيم الأجهزة بأنظمة عالية الجودة، كما تم تخصيص وحدة اللثة التي لا تقل أهمية عن الوحدات الأخرى، فهي تحتوي على أجهزة متطورة ثلاثية الأبعاد وأجهزة رقمية. طب الأسنان وصل لمرحلة أن هذه العمليات تجرى بسريعة، طريقة سريعة، مدة تقريبا تتراوح 20 دقيقة من البداية للنهاية، والمريض يخرج منها ساعات حتى من غير غرز. واليوم احنا مريضتنا مثل ما انتم شايفين في الأشعة ثلاثية الأبعاد اللي تبين لنا جودة العظم، سماكة العظم. مركز متكامل يلبي كافة تطلعات المرضى. وحدة جراحة الفم والوجه والفكين التي ترتبط خدماتها الدقيقة بغرف العمليات في مستشفى جابر الأحمد، كما احتوى المركز على 10 عيادات لبرامج صحة الفم والأسنان المدرسية. جراحة الفم والوجه والفكين القسم هذا يقدم خدمات كثيرة، سواء من خلع أسنان أو علاج مفصل الفكين أو جراحات دقيقة أخرى. لأول مرة على مستوى دولة الكويت تخصص عيادات للبرامج المدرسية في وسط مركز تخصصي. بهذه الطريقة مركز جابر يقدر يقدم الخدمة للأسرة ككل من الطفل إلى الكبير. حظي المركز منذ انطلاقه بثقة المواطن لتقديمه خدمات متميزة والعمل بروح الفريق الواحد واحتضانه لكفاءات وطنية تستحق الإشادة. مركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان يعتبر المركز التخصصي السابع من ضمن منظومة خدمات طب الأسنان في البلاد، تم تجهيزه وإنشاؤه وفقا لأحدث المواصفات العالمية مع مراعاة سلامة وحقوق المرضى. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.